لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم عبد المجيد، من كتاب مختصر الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام، وجعل صلى الله عليه وسلم لم يسفه آلهتهم وأحلامهم وأحلام من قبلهم من آبائهم وأجدادهم، فعندئذ قاموا يواجهون هذه الدعوة، وهذا أمر لا بد منه، فلا بد من صراع بين الحق والباطل، ولا بد من مجرمين كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالعبد المؤمن يكتفي بربه عز وجل ويتوكل عليه في نصرة الدين، ويبلغ الدين كما أمره الله عز وجل. فإن هذه الأمة نائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فواجهوا الدعوة بسبل شتى، من ذلك الاستهزاء والسخرية واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون كذاب، وتارة يقولون مجنون، واجتمعوا على أنه أتى بسحر يفرق به بين الأب وابنه والأخ وأخيه، واجتمعوا على هذه الكلمة. قال عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. يعني تارة يقولون ساحر، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون كاهن، إلى آخر أقوالهم الظالمة التي سماها الله عز وجل: فقد جاءوا ظلما وزورا. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتفت إلى ذلك، كما أمره الله سبحانه وتعالى أن يمضي في طريقه دون أن يلتفت: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. هذه الآية تفسيرها تجمل في كلمة امضي ولا تلتفت. والله سبحانه وتعالى قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته مع احتماله الأذى، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، أمره بالاستمرار وكف الأيدي واحتمال الأذى والتعبد وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كذلك أيضا كانوا يثيرون الشبهات. والقرآن ينزل بأحسن جواب، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويصرف القرآن الخطاب وينوعه لعلهم يهتدون. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية قومه حتى كاد الحزن أن يقتله، فقال عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تلتفت لهذا. وكذلك أيضا لجأوا إلى المساومات، وكذا لجأوا إلى اضطهاد أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، وعذبوا في الله رضوان الله عليهم. وهؤلاء هم الرعيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نحبهم ونتولاهم وننصرهم وندافع عنهم ونؤمن كما آمنوا، كما قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فالمقصود بالناس هنا هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الأذى طال النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنهم. ووسط هذه الشدة لا بد وأن يأتي نور، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته وسنته أنه جعل الفرج مصاحبا للكرب مصاحبا للعسر. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فأسلم حمزة رضي الله عنه، وأسلم عمر رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنهم. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الهجرة إلى الحبشة، وأخبرهم أن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. وهاجروا رضوان الله عليهم جميعا، الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية. ومع ذلك قريش لم تنتهي واستمرت في المساومة مع أبي طالب، حتى أتوا إلى النبي إلى أبي طالب وقالوا: خذ عمارة ابن الوليد وأعطنا محمد يعني ليقتلوه. فأبى أبو طالب ذلك. ثم إن أبا طالب علم من خلال الأحداث أن قريشا لن تترك ابن أخيه محمدا بني المطلب وبني هاشم، وعلى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تسليمه إلى قريش. ماذا تفعل قريش بعد كل هذا؟ لجأوا إلى المقاطعة العامة، لجأوا إلى المقاطعة العامة. وكان ذلك وكان من أمر ذلك أنهم اجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب، تحالفوا على بني هاشم يناكحوهم ولا يبايعوهم، أن لا يناكحوهم
منهم وتزوج أحد منهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخل بيوتهم ولا يكلموهم حتى يقدموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق أن لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا للقتل. قال ابن القيم الله كتب منصور بن عكرمة وقيل نضر بن الحارث، والصحيح أنه بغير بن عامر دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. ولتأكيد هذا الأمر كتبوا هذه الصحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبني المطلب مؤمنهم وكافرهم. لماذا انحاز كافرهم؟ حمية الجاهلية، لأن مبدأ القبيلة النصرة، انصر أخاك ظالما ومظلوما، جاء الإسلام بعدله انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا كيف ننصره ظالما؟ قال أن تحجزه أو أن تمنعه من ظلمه، كما أن الإسلام جاء بالولاء والبراء لله المؤمنين الصالحين والبراء من الكافرين، فصارت الموالاة الإيمانية مكان القبيلة. فانحاز كافرهم حمية الجاهلية، وجلسوا في شعب أبي طالب، وكان هذا في سنة 7 من البعثة، إلا أبا لهب فإنه كان مظاهرا للمشركين. اشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة. الميرة الطعام الذي يجلب، يعني حتى الطعام الذي يجلب إلى أسواقهم قطع عنهم، لا يستطيع أحد منهم أن يذهب ليشتريه. وقطعت عنهم المادة، أي أن يمدهم أحد طعام. المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه، حتى بلغهم الجهد، يعني بلغ من في الشعب الجهد، التعب والمشقة والجوع، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود. وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، يعني يصيحون من الجوع يصرخون، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا الشراء. وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله عنها، وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهما أبو البختري ومكنه من حمل القمح إلى عمته. وكان أبو طالب وسط هذا الأمر العظيم الشنيع، هذا الجوع وهذا الحصار، كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم، يعني أماكن نومهم، يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضجع على فراشه
حتى يرى ذلك من أراد اغتياله. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يأتي بعض فرشهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخرجون في أيام الموسم فيلقون الناس ويدعونهم إلى الإسلام، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين ممن هم في الشعب يخرجون في أيام الموسم موسم الحج يدعون الناس إلى الله تعالى. فالدعوة إلى الله عز وجل لا تقف أبدا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر في الشعب يخرج يدعو إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله بذلك، أرسله برسالة ليبلغها، فقام بها صلى الله عليه وسلم حق القيام، وجاهد في الله حق الجهاد صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم همه هو الدعوة إلى الله، أن يهدي الله عز وجل به الناس حتى في مقام هجرته إذا قابل أحدا دعاه إلى الله سبحانه وتعالى. ولما رجع من الطائف وأدموه وسلطوا عليه سفهاءهم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وشكى إليه أمره، جاءه جبريل عليه السلام وقال هذا ملك الجبال أرسله الله إليك فاسمع منه. فقال ملك الجبال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أي رحمة هذه وأي شفقة جعلها الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأي هدف سام عظيم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هداية الناس الله. وهذه شفقة عظيمة، رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه صلى الله عليه وسلم. بل يذكر ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحكي نبيا من الأنبياء، أدمه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإنه يدعوهم إلى الله عز وجل لأنه يعلم، لأن معه علما، فينظر إليهم نظرة الشفقة والرحمة بهم، فيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى برحمة وشفقة وصبر، والله سبحانه وتعالى المستعان. مرت 3 أعوام كاملة، بلاء عظيم استمر ل3 سنوات، مرت 3 أعوام كاملة والأمر على ذلك. وفي المحرم 10 من النبوة حدث نقض الصحيفة، وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها له، وكان القائم بذلك هو هشام بن عمرو من بني عامر ابن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام. زهير بن أبي أمية المخزومي، وقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم، لأن أمه كانت عاتكة
فقال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال: قد وجدت رجلا؟ قال: فمن هو؟ قال: أنا. قال له زهير: أبغنا رجلا ثالثا. فذهب إلى المطعم ابن عدي فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، ولامه على موافقتي لقريش على هذا. فقال المطعم: ويحك، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا. قال: هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رجلا أبي البختري بن هشام. فقال له نحو مما قال للمطعم. فقال: وهل من أحد؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير ابن أبي أمية والمطعم ابن. قال: أبغنا خامسا. فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم. فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة، تعاقدوا وتحالفوا. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم. الأندية مكان التجمع، مكان تجمع قريش. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة، الحلة ثوب من قطعتين، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس. وهؤلاء العجيب، هؤلاء: إن الله ليؤيد هذا الدين فاجر. النصر هذا بيد الله وحده، والفرج بعز سبحانه وتعالى. لذلك قلوب المؤمنين تتعلق به عز وجل وحده، مع أخذهم بالأسباب المشروعة، لكن لا يعتمدون على الأسباب، يعتمدون على رب الأسباب سبحانه. ثم قال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام هلك، لا يباعون ولا يبتاع منهم، يعني لا يشترى منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل، وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو: نحو هذا أمر قضي بليل، يعني دبر بالليل وتشور فيه بغير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، إنما جاءهم لأن الله قد أطلع رسوله على أمر الصحيفة. جاءهم أبو طالب هنا بآية، آية معجزة، دليل على صدق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. جاءهم لأن الله قد أطلع رسوله على أمر الصحيفة، وأنه أرسل عليها الأرضة. الأرضة حشرة تأكل الورق وتأكل الخشب وغير ذلك، حشرة أرسلها الله عز وجل على الصحيفة الظالمة، فأكلت جميع ما فيها من جوى وقطيعة وظلم
إلا ذكر الله عز وجل، أي باسمك اللهم. فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه صلوات الله وسلامه عليه. هل هناك عرض أعظم من هذا؟ هم يسعون لذلك، هم يريدون من بني هاشم وبني المطلب أن يسلموهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فيقول لهم فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصف، سبحان الله، هذا هو النصف والعدل. وبعد أن دار الكلام بين أهل، قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأراضة قد أكلتها، إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله. ثم نقض الصحيفة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته، ولكنهم كما أخبر الله عنهم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفرهم. سبحان الله، آية دليل معجزة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الهداية بيد الله وحده، له المشيئة النافذة في خلقه أجمعين، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولو رأوا كل آية فإن المهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى عز وجل، والعبد جعل الله له مشيئة وقدرة وإرادة يقع بها عمله، وهي تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى عز وجل. إذن العبد له إرادة، حتى لا يقول أنا مجبور أو أن الله قد خلقني كافرا يبرر لنفسه كفره وسوء عمله، عياذا بالله. بل أنت لك إرادة، لك قدرة، فعندما تجوع ماذا تقول؟ تقول إن الله كتب جوع، ولو شاء أن يطعمني لأطعمني. لا، إنك تسعى وتذهب لتذهب تبحث عن الطعام، وهذا قدر، وهذا قدر لتدفع عنك قدر الجوع. وكذلك إن كنت في طريق وتركب سيارة وجاء أوقفك أحد وقال لك أمامك حفرة، ماذا تفعل؟ إنك تتحول عن هذه الحفرة. لا تقول لو كتب الله لي النجاة لفعلت، إنما سأسير كما أنا، والله عز وجل إن كتب لي النجاة نجوت إلى آخر ذلك، إنما أنت تأخذ بالأسباب، ليس لي اختيار. لا، إنما لك إرادة ولك قدرة كذلك في الهداية. لا شك أن كل شيء مكتوب، ولكن من يعلم خاتمته؟ الخواتيم مغيبة، فإنك إذا جاءك الحق عليك أن تتبعه، عليك أن تؤمن بالله عز وجل، وأن تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع الهدى الذي جاء به من ربه سبحانه وتعالى. هذا ما يجب عليك. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى عز وجل. هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نصر هذه النصرة العظيمة، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في سياق الموت، جاءه صلى الله عليه وسلم وجد عنده أبو جهل، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله،
فماذا يقول أبو جهل؟ يقول: لا ترغب عن ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب الشرك، عبادة الأصنام. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيعيد أبو جهل كلمته، فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، مات على ملة الشرك. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة: لولا أن يعيرني قومك يقولون إنما حمله عليها الجزع لأقررت بها عينك. إذن هو مقر بقلبه ومصدق، لكنه لم ينطق بلسانه، ومات كافرا، مات مشركا أبو طالب. ونبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانه وتعالى هدايتنا هداية التوفيق، أخذ القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه بيد الله مقلب القلوب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم له هداية الإرشاد والبيان: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن ما لم أنه عنك. فظل يستغفر لأبي طالب إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فحرم الله عز وجل الاستغفار للمشركين بنزول هذه الآية. كذلك أيضا هؤلاء القوم الذين نصر الله عز وجل بهم، نصر بهم رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين سعوا في نقض هذه الصحيفة الظالمة كانوا مشركين. وهذا دليل على أن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بنصره وظهوره على الأديان كلها ولو كره المشركون سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانه وتعالى عز وجل. وأن الله سبحانه وتعالى مؤيد رسوله وناصر دينه والعاقبة للمتقين كما وعد سبحانه، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأيد الله عز وجل دينه بهؤلاء المشركين. ونلاحظ هنا أن زهيرا طاف بالبيت سبعا وذكر في كلامهم اسم الله سبحانه وتعالى، أنهم كانوا يعلمون ربنا سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، إيمان، هذا إيمان، إيمان الربوبية، الإيمان بربوبية الله. إنما أشركوا في الألوهية، لذلك أثبت الله عز وجل لهم إيمانا. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أشركوا في ماذا؟ في الألوهية. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نعلم تماما أن هذه أصناما، ولكن نحن نتخذهم شفعاء يقربون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما كانوا يفعلونه، لكن الذي خلق، الذي يرزق، هذا هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم كانوا إلا الله يستكبرون ويقولون: أين لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فالله سبحانه وتعالى عز وجل هو الرب العظيم الجليل الأكبر، الخالق الرزاق، المحيي المميت، المعطي المانع، الذي له السيادة، الذي له الأمر سبحانه وتعالى، وهو عز وجل المعبود وحده لا شريك له، الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، وتصرف له جميع أنواع العبادة. وأما قول الوسطاء والشفعاء كما قال هؤلاء المشركون، يتخذون أصحاب الأضرحة والموتى ويقولون
هؤلاء واسطة نتخذهم وأقربون إلى الله، كقول هؤلاء المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والله سبحانه وتعالى أثبت الشفاعة في الآخرة، ولكن بشروط الشفاعة المثبتة هي: من ذا الذي يشفع إذنه؟ إذنه ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن إذن الله ورضى الله سبحانه وتعالى عن الشفيع وعن المشفوع فيه، يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة أي يوم القيامة. فهذه الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. إذن قلب المؤمن يتعلق بالله، ينجذب قلبه لله عز وجل جملة، يدعو ربه سبحانه وتعالى، يتوكل عليه سبحانه وتعالى عز وجل، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، إنما يسلم وجهه وجميع جوارحه لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الإسلام، الاستسلام لله، إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى عز وجل. وهذا هو التوحيد الذي يحمل الجوارح إلى المسابقة في طاعة الله سبحانه وتعالى عز وجل. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.